فو جيروم 4 شهور بعد ما يعني انتقدوا شقيقه لتعرضه بخشونه عنيفه جدا في اللقاء الماضي. هنا امامنا الاستلام على طول التحضير، ادي امامنا اللاعب باتو، هنا باتو تسديده من باتو لكن الى خارج الملعب، تحديد خلص المباراه. هنا امامنا كره على طول تصل الى لاعب باتو، باتو يلعبها ولكن تسلل ذلك الوقت. لكن اخر فوز لنابولي 3-1 في عهد ريا وكان مع فريق نادي الميلان انشيلوتي 3-1 في 2007 2008. اسبال لاعب الويلزي الظهير اللي سجل 3 أهداف في لقاء الانتر مع توتنهام. هنا امامنا اللاعب باتو، السلام على باتو، الكرات الحلوه، ادي امامنا بقى المهاجم بالاحساس كده باتو، باتو ابراهيموفيتش روبينيو ثلاثي مهاري جدا، لكن الجماعيه بقى لو يعني اصبحت هي السمة اعتقد بقى يكون في الامور امور مختلفه. ادي امامنا اللاعب باتو كان ممكن قوي يلعب العرضيه، وشوف حضراتكم ابره زعلان ابره من هذه الكره امامنا من جانب باتو. باتو جميل ان يكون عندك اللاعبين. ادي امامنا هنا جرافا، ادي جرافا الظهير الايمن واللي بيضم على فكره بيلعب كمدافع ثالث، يطلع اللاعب ماسيمو اودو. الهجمه المرتده مهمه لفريق الميلان، جاتوزو الى باتو، ادي باتو انطلاقه، لكن شوف حضراتكم اللاعب المجهود المضاعف وولتر جرجانو يعدي حلو قوي باتو ويضع المدافع في ظهره ويلم اثنين، لكن صعبه صعبه الكره، يرجع للخلف جاي من الخلف أمام روبينيو الى جاتوزو اللي عامل دور مهم قوي كلاعب وسط مهاجم. هنا امامنا انطلاقه من جانب اللاعب باتو، المساحات هل تستغل، ملعوبه حلوه قوي الابره، بيرلو الى روبينيو، روبينيو يبحث عن المساحه، روبينيو وباتو، وباتو يحاول يمر. كاب كاس عام الانديه 2006 مع فريق انترناسيونال بورتو أليجري الفريق البرازيلي. هنا امامنا اللاعب باتو في هذه اللقطه، باتو المساحات اللي حضراتكم عليها، هنا بقى التمرير لازم تلعب الى باتو وفرصه هدف باتو، لكن باتو يجنح بالكوره ويطلع له برج الدسانكس وابره بقى، يعني لا شك ابره يعني هو اداها له بالحقيقه، وتفانى هنا وتعاون، ليس هناك تسلل للمساحات اللي حضراتكم عليها وملعوبه الى باتو، لكن باتو يعني كان المفروض يروح بيها مباشره للمرمى، لكن هو استنى على الكوره وتهرب منه كده وتجنح منه تضيع عليه الزاويه ويطلع دسانكس، فرصه جديده بتضيع هذه المره من باتو. اضاع ابره في الدقيقه 55.